اوكي. نتابع المركز الاول، نتابع القياده، من تقود هذه الاسماء ومن تتواجد بهذا الاندفاع الجميل. متابعينا الاعزاء، حضورنا الجميل حاملة الرقم 3 بقيادة برشلونة والمملوكة لمحمد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتيمان، يقدم برشلونة مع المركز الاول. المركز الثاني، القدوم والاندفاع من صبا مع هذا الشعار، مع المركز الثاني والمملوكة لسالم بن مهير بن سعيد الاكتيمان يقدمها مع المركز الثاني. اما المركز الثالث، الوصول والاندفاع من الشعار الملكي، وصلت في هذه اللحظات هجن العاصفة لتتدخل الشانية ليتواد غياث الهلالي القائد لها في عملية التضمير مع المركز الثالث والرابع. أما المركز الخامس، متابعينا الأعزاء، حضورنا الجميل سلهودة واصلة والمملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة مطر بن محمد وضبيع الاكتبي الذي يقودها في عملية التضمير مع المركز الخامس. والمركز السادس، وصلت هجن العاصفة مع الشانية مع المركز السادس بقيادة غياث الهلالي الحاضر والمرافق في عملية التضمير مع هذا الأداء الجميل. المركز السابع، القدوم والاندفاع في هذه اللحظات من شامة مضفة مغلان بن موسى بن أحمد البلوشي القادم مع المركز السابع. أما المركز الثامن، الوصول والاندفاع في هذه اللحظات أيضا تدخل اسم آخر متابعينا الأعزاء ليكون حاضرا في صلب المنافسة الأولى. الفاتنة قادمة، سهيل بن سالم بن غدير الاكتبي من يتواجد مع المركز الثامن. هكذا هي النتيجة، هكذا هو المسار. متابعينا الأعزاء، حضورنا الجميل، الشوط الأول الرئيسي طعم غير، ناموس غير في هذا الصباح الجميل مع شروقي شمس هذا الصباح الجميل. ولكن بن رشيد لا زال مع الانتصار، لا زال مع المركز الأول، يقود هذه الأسماء ويقدم برشلونة بهذا الاسم الجميل وهذا الشعار المثير الذي دائما اعتاد على النواميس واعتاد على الانتصارات. 2 كيلومتر ما تبقى، يا ملاك ويا مضمرين ويا متابعين مع رحلتي هذا الصراع الجميل. محمد بن علي بن عبيد بن رشيد الافتي من يتواجد مع المركز الاول ويقدم هذا الشعار على رأس حربتي هذا الانطلاق الجميل. المركز الثاني، صبا قادمة مع هذا الأداء الجميل والمثير، سالم بن معير بن سعيد الاكتيمان يتواجد مع صبا مع المركز الثاني والمركز الثالث والرابع والخامس. وصل الشعار الملكي، وصلت هجن العاصمة مع هذا الثلاثية الجميلة مع الشانية تتقدم بهذا الأداء الجميل والعرض المثير والتابعات والمملوكات لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي الذي يرافقها في عملية التضمير والاندفاع الجميل. المركز السادس، قدوم سلودة في هذه الشايبة قادمة في هذه اللحظات والمملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بن ضبيعة الاكتبي الذي يرافقها في عملية التضمير. هكذا هي النتيجة، هكذا هو المسار. متابعينا الاعزاء، 1200 ما تبقى عن نهايه هذا التحدي وهذا الصراع الجميل. بدات الاسماء بالسرعه الجميله بالاثاره المثيره مع المركز الاول، ولكن برشلونه بقياده بن رشيد من يقوده حتى هذه اللحظات نحو الناموس والانتصار. الأخير، الكيلو الخطير، جولة الأوامر وجولة التحركات والتكتيكات والإبداعات والمهارات والسرعة الفائقة. حرك اللي بتحرك وروح اللي بتروح. الله الله الله، أصدرت التعليمات على هذه الأسماء التي تتواجد مع المركز الأول، ولكن صبا مع شعار أبو مهير من الجانب الأخر.
الدور. يا سلام سالم بن معين بن سعيد الفتبي من يقود صبا نحو الناموس والانتصار. صبا يا صبا يا صبا وهي في ريعان الصبا والعنفواني والنشاط والاداء الجميل، ولكن هدن العاصمه تهب في هذه اللحظات على المركز الاول لتقترس الصداره لتقترس المركز الاول، ولكنها مع المركز الثاني هدن العاصمه بقياده غياث الهلالي يرافق في عمليه التضمير، ولكن صبا صبا مع الانتصار صبا مع الناموس. اول الاشواط سالم بن معير بن سعيد الفتبي من يقود صبا نحو الناموسي ونحو الانتصار. بسم الله ما شاء الله صبا مع المركز الاول مع الفتبي. الفتبي اسعد الله صباحك يا مالس بهذا الاداء الجميل والمثير. الشوط الاول الرئيسي مع صبا مع المركز الاول سالم بن مهير بن سعيد الفتبي. سلام مهير سلام، والسلام يتجه الى مالك صبا سالم بن مهير بن سعيد الفتبي على فوز المركز الاول واقتناص ناموس هذا الصراع. المركز الثاني برشلونه مع شعار بن رشيد، اما المركز الثالث كان وصول الهدن العاصمه، والمركز الرابع روعه مع شعار بن قطامي، اما المركز السادس او الخامس كانوا هدن العاصمه. هكذا هي النتيجه متابعينا الاعزاء. استطاعت صبا ان تذهب بالسلامات الى مالك هذا الشعار سالم بن مهير بن سعيد الفتبي على فوزه بالمركز الاول. سلام مهير سلام تناموس وتنامو جميع الفائزين.